السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ويسعد صباح الجميع قبل المساء. طبعا عندي اليوم شجرة ترنج. ترنج طبعا في أصيص راح أركبها اللي هو غريب فروت، حبة كبيرة، وراح أركبها برتقال وسنطرة، وبعد نوع من أنواع الليمون على أطرافه. كل ما كانت اللي هو الغصون طبعا كان فيني غصن وقطعته. الحين راح أرويكم التركيب بالأفق، يعني من فوق راح نركب هذا الغصن وراح اللي هو نركب الأغصان الثانية. ما هي الفائدة من تركيب هذه الأغصان؟ طبعا راح نلغي اللي هي الشجرة الأم كليا، راح تشيل بس هذه الغصون وراح تثمر بشكل غزير، أي راح تقوى مثل ما الآن صلاتكم على النبي. هذا غريب فروت مركب على اللي هو ترنج. هني الأغصان اللي في الطرف ليمون لبناني. هذا الغصن بالتحديد اللي فوق ماخذ على اليسار، او سوري هذا اللي هو برتقال ايطالي. اذا هذا ليمون قلنا لبناني اللي فوق الاغصان، هذا اللي في الطرف كلش تحت ليمون اللي هو خلنا نقول سوري برتقال ايطالي. برتقال ايطالي الحين ما طلع، الليمون اللبناني بدع وطلع، وتوني حاصد الليمون تبعه. الحين انتظر الجريب فروت الاحمر هذا على حساب هم بعد اشيل اغصان من النبته هذه واركبها على اللي هو أشجار ثانية، يعني أرد أقطع منها وأركبها. طبعا راح إن شاء الله أسمدها بسماد بقري الآن بعد شوية هني حواليها، وأخلي معاها مادة اسمها زيوليت عند حجير، جدا ممتازة حق الأشجار اللي ما أثمرت. اللي يبي كابتشر هذا الشيز سعره يمكن 3.5 دنانير أو شيء، منتج روسي وعلى شكل بودرة. لما نشوف كذي ننثر حوالي التربة مع اللي هو خلنا أقول الشتلة أو الشجرة نفس المخصب، وراح يعطيكم نمو جيد للشجرة لأنها طبيعي ويأكلونه بعد فروس العيايز. يقولون زين حق العظام حسب ما سمعت، لكن أنا أكتفي بإني أسمد مع اللي هو خلنا نقول هذه المادة على حساب الأشجار. مثل هذه التوتة كبيرة جدا لكنها لم تثمر، أي نوع سوري، حتى ورقتها تشابه ورقة العنب، يعني شوية شكلها غريب. اوكي، كل من مثلا زارني هني يسال شنو هذه الشجره، ما حد يعرف بسبب اللي هو شكلها الغريب. هذه موضوعنا لهذا اليوم، راح اكمل لكم الحين طريقه التركيب. اهم شغله في التركيب ان احنا نشيل الشوك هذا، اوكي، لازم نتخلص من الشوك. طبعا اذا كان الغصن ضعيف اضعف من الغصن، لازم الغصن يصير قطر، هذا يعني قده نركب فوق. تشوفوا تسويه على شكل في، اي تكشطه ولازم تطلع هذه الماده. لازم نكشط هذا ونحاسب لايدنا اللي بيركب اول مره لا يجرح ايده او يقصها. بعدين اللي هو الطويل من هذه الجهه راح ندخل بهذه المساحه في مكان الطويل هني، ولازم يكون اللي هو هذا كامل داخل في اللي هو مكانه. الحين راح نلفه بتيب ونقص اللي هو الشوك هذا عشان ما يجرح الشيس اللي راح نركبه، فتابعوا معاي. وفي النهاية حبيت أصور لكم الطريقة، أوريدي لفيتها بتيب. يجب أن يكون اللف قوي، مو شرط أن هذه كل العقل تنجح. طبعا واحدة ثنتين ثلاث أربع خمس أنواع ركبتها، واللي ينجح ينجح. طبعا راح نغلف بعد هذه العملية، وخلينا الكيس يجب أن لا يتخلل هواء إلى الداخل، ما نسقي بشكل يومي يوم الترك مثلا. أن تكون النبتة في الظل قبل لا نركب لازم نعطي ماء على حساب الرطوبة تمشي أو العصارة تمشي في النبات. بعد ما نخلص راح اللي هو نغطي هذه التركيبات بالأكياس الورقية اللي هو حساب أنه ما يصيدها أشعة الشمس. بعدها راح أواصل، بس براويكم الطريقة اللي نجحت معاي في بعض الغصون اللي جلبت من مصر تبارك الرحمن، من البرتقال والشغلات. بتشوفون فرق في الأوراق في نبتة واحدة، ألا وهي هذه واحدة ثنتين تقريبا ثلاث، ليمون بلدي برتقال وغيره. هاي الأشياء اللي نجحت معاي، ويعطيكم العافية.